بدأ في مختلف مناطق ومحافظات المملكة موسم قطف وعصر الزيتون، حيث يشهد هذا القطاع تطوراً مستمراً بوجود معاصر حديثة لزيت الزيتون منتشرة في كل المدن والمناطق الأردنية. نورسات قامت بجولة على مزارع الزيتون ومعاصر الزيت وعدت التقرير التالي. يعتبر موسم قطاف الزيتون بالنسبة للأردنيين عيداً يفرحون دوماً بقدومه، ويرى كثير من أصحاب المزارع أن الظروف المناخية للأردن تساهم في تحديد المنتج الثمري للزيتون وزيادة جودته ونوعيته، مما يشير إلى بيع كميات من الزيت بأسعار مناسبة للجميع مع الحفاظ على سمعة المنتج الأردني من زيت الزيتون. زيتون بلاد الأخضر يا فرحة في القلب بتكبر، زيتون بلاد الأخضر يا فرحة بالقلب بتكبر، بس بيعش في الوادي من أول ما الكون تعمر، يا بس بيعش في الوادي من أول ما الكون تعمر. وتشكل زراعة الزيتون بالنسبة للمزارع الأردني مصدر دخل هام له، وهي من الزراعات المتقدمة على مستوى المنطقة، حيث تبلغ أشجار الزيتون المزروعة حالياً في المملكة حوالي 35 مليون شجرة موزعة على مساحة تبلغ أكثر من 2 مليون دنم، وهي مساحة تشكل نسبة كبيرة من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، حيث يتوقع أن يصل إنتاج الزيتون هذا العام قرابة 200,000 طن. وتنقسم كميات الإنتاج إلى 50,000 طن سيجري كبسها وتخليلها، و150,000 طن ستعصر وينتج منها زيت الزيتون الذي يتوقع أن يصل هذا العام حوالي 21,000 طن، وهو عالي الجودة بشهادة كافة المواطنين والمقيمين. ويبدي معظم المزارعين التزامهم وتقيدهم بالتوجيهات الرسمية التي تنصحهم بتأخير القطف لغايات العصر، حيث أن التأخير لمثل هذا الوقت خاصة في المرتفعات الجبلية يرفع من نسبة الزيت ويقلل من الحموضة ويحافظ على نوعيته ولونه، كما أن القطف المبكر لا ينصح به من قبل الخبراء المتخصصين كونه يقلل من نسبة الإنتاج لنحو 10%. ويؤكد مسؤولو المعاصر المنتشرة في المملكة والتي يصل عددها إلى 137 معصرة أن إنتاج الزيت المتوقع لهذا العام يبلغ حوالي 21,000 طن، وهو مستخلص من 200,000 طن من إجمالي ثمار الزيتون، كما أن المعاصر الأردنية الموجودة تعمل وفق تقنية عالية في مجال صناعة زيت الزيتون وفق نظام الطرد المركزي المتبع في الأنظمة العالمية الحديثة. الزيتون بيجي عندنا بدخل في الجرن، الجرن بنقله الزيتون بواسطة ناقل بلاستيكي إلى الشفاط بشفط الورق، ومن ثم إلى المغسلة بنغسل الزيتون جيدا، ومن ثم بيطلع في لولب إلى الجاروشة. الجاروشة بتكسر حبة الزيتون من 12 إلى 18 جزء، ومن ثم بدخل إلى المكسر اللي هو الخلاط، بتخلط الزيتون من 45 إلى ساعة حسب نوع الزيتون، ومن ثم بنتقل إلى مادة إلى مكبس اللي بسموه سنترفيوج اللي هو الطارد المركزي اللي احنا بنسميه بلغتنا العامية المكبس، اللي بيفصل الجفت عن الزيبار اللي هي ميات عصر الزيتون وزيت الزيتون، ومن ثم زيت الزيتون بيطلع على الفرازة بتحتوي على 92 فلتر،
وكمان هي طارد مركزي ومبدأ الكثافة، فبطلع عنا الزيت صافي 100% وكأنه نور. وينتج الأردن زيت الزيتون بمواصفات مضاهية، وهو ذو ميزة فريدة على مستوى العالم، لأنه يؤخذ من شجرة مباركة ومقدسة، بالإضافة إلى أنه يدخل في تركيب زيت المارون المقدس الذي يمسح به الطفل عند العماد.